بنضحك وحكي، يعني مش أول مرة، هذه تاني مرة اللي في المناصب نهضوا، واللي كان مو بعد كان واحد مدة محترمة ديال تقريبا أكثر من 10 سنين، أكثر من 10 سنين. فهاد المدة هذه كان فيها بزاف ديال الأغاني وبزاف ديال الأعمال، والناس حبوها وكيربوها. فأكيد غادي يكون أغاني مختلفة على المرة اللي فاتت، لأنه كان عندي يمكن من جيت الموازي كان جوج الألبومات عندي، وكنت أغني بارد وسخون هذاك الوقت كانت ناجحة في المغرب. حاليا أنا قبلت بزاف الأعمال المغربية، ويمكن ما رديتش البال. كان المغرب المشرق اللي كانت أغنية وطنية، وكان في كاين ماما أفريكا أيضا لقات نجاح كبير في المغرب. ومن بعد غنيت تيتر المسلسل سوق دلالة، يمكن ماشي كوميرسيال وما كيبقاش الانتشار بحال الأغاني، بخلاف ماما أفريكا اللي لقات انتشار كبير، واخا هي ماشي أغنية وطنية، ولكن كان أعمال مغربية الحمد لله الفترة اللي فاتت. مقيدة الفترة اللي فاتت ماشي غير في الأعمال المغربية، أنا يعني بقيت واحد المدة، خاصة المدة ديال كورونا. كورونا أنا ما كان عندي ظروف عائلية الحقيقة هي اللي خلتني وقفت، وما ما يعني كان أولويات في الحياة هما اللي خلوني مقيدة. من بعد رجعت بأغاني مصرية وأيضا مغربية. شوف مغربي ممكن تحسني مقصرة فيه، ولكن ما عرفتش أشنو كان عندي واحد سوء الحظ في الاختيارات الأغاني. كيف عندي أصدقاء مغاربة بزاف، وكنت كيهمني أنا نخدم عمل مغربي الفترة اللي فاتت، ولكن ما كانش نهائي كانت عندي أعمال مناسبة، ما كيجوش معايا يعني.